بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة وبرنامجكم صحتك ثروتك. يمكن البرنامج بتاعنا كان من ضمن الأهداف بتاعته أو من ضمن الأهداف بتاعته هو التفاعل دايما مع الحدث. يعني إحنا دايما بنعيش الحدث معاكم وبنحاول نشوف الحدث ده هل إحنا ممكن ندي فيه معلومة مفيدة ولا لأ. لو تفتكروا كان أثناء الحادثة بتاعت السكة الحديد وعملنا حلقة قوية جدا إزاي التعامل مع الحرائق. الفترة اللي فاتت دي حصلت أكتر من حالة انتحار واكتئاب، والناس عايشة باكتئاب، وهل الاكتئاب ده بيؤدي للانتحار ولا لا؟ عشان كده هو الفقرة التانية بتاعتنا النهاردة جايبين حد متخصص، دكتور متخصص استشاري صحة نفسية، وبيكلمنا عن الاكتئاب، أسباب الاكتئاب، أنواع الاكتئاب، هل الاكتئاب ليه علاقة بالوراثة، وعلاج الاكتئاب. مش كده وبس، حتى الفقرة التالتة بتاعتنا اللي هي مشاغبات عادل وعلاء احنا المفروض كانت تطلع الأسبوع ده، خليناها تطلع الأسبوع ده علشان نعيش الحدث معاكم. لازم نأدي معلومة مفيدة للناس، المعلومة دي قد تفيد الناس ونتمنى هي تفيد الناس. دايما أنا دايما صاحب مقولة إن احنا أي مشكلة بنتحط فيها بيبقى قدامك حاجة من اتنين، يا تطلع من المشكلة دي أقوى مما كنت، وده بيتوقف عليك أنت، هل اتعلمت من المشكلة؟ هل استفدت من المشكلة؟ إيه اللي ممكن تعمله لو اتحطيت في نفس المشكلة تاني؟ يا تطلع منها أضعف مما كنت، يعني المشكلة أثرت فيك وخلاص بقيت دخلت بقى في مرحلة إن أنت يأست من الحياة. احنا من ضمن الاهداف بتاعت البرنامج بتاعتنا النهارده ان احنا لا اي مشكله بنمر بيها لازم نطلع منها اقوياء. ودايما بقول هو التجارب بتيجي ازاي او الخبرات بتيجي ازاي؟ الخبرات بتيجي من كميه التجارب اللي انت بتمر بيها وبتتعلم منها. الفقره الاولى بتاعتنا النهارده الكبسوله، اللي هي فقره دايمه وثابته معانا، ورد فعل الجمهور مع الكبسوله انا على المستوى الشخصي بسيطني جدا، لان احنا بندي معلومه بسيطه في وقت سريع عشان نتعلم من الكبسوله. خلينا نبتدي الفقرة الأولانية بتاعتنا النهاردة ونرحب بضيف وضيفكم النهاردة دكتور محمد راشد استشاري الحساسية والمناعة والمستشار العلمي برنامج. دكتور محمد صباح الفل عليك. صباح الفل يا دكتور علاء، أخبارك عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. دكتور محمد عايزين نعرف الكبسولة بتاعتنا بقى هتودينا على فين النهاردة؟ طب اسمح لي أقول حاجة صغيرة، أنا الأول بحييك على تواصلك مع المجتمع ويعني إنك دايما لست في معزل على اللي حواليك، لا بتقدم معلومة فعلا، يعني البرنامج في شبه التكامل، معلومة بتفيد الناس كلها، إلى جانب أن أنت متواصل مع كل الأحداث وغير منفصل عن الواقع بتاعك، وأنا بحييك جدا. خلي بالك البرنامج بتاعنا بينزل على اليوتيوب، ده دوكيومنتيشن، دي ممكن ريفرنس، ممكن حاجة ترجع لها في أي وقت. صحيح صحيح، ده من ضمن والناس. عايز أقول لك على حاجة بقى، كان حتى إحنا لو فاكر أنا أول حلقة عملناها في برنامج صحتك ثروتك في السيزون الأولاني كنا بنتكلم إن إحنا كمان نغطي المؤتمرات. إحنا ماشيين في بلان دلوقتي، خطة ان احنا ازاي الفتره اللي جايه هنغطي المؤتمرات الطبيه ونشوف الجديد فيها. دكتور محمد الكبسوله بتاعتنا النهارده هتودينا على فين؟ انا بس بفكر الساده المشاهدين، كنت فات مع الدكتور محمد ان احنا عايزين ناخد الكبسوله من الاول خالص، يعني ابتدينا باعلى منطقه في جسم الانسان وهي منطقه الراس، ابتدينا نتكلم على حساسيه الجيوب الانفيه، هنستكمل هذا الحوار ونشوف الكبسوله النهارده هتودينا فين. دكتور محمد صباح الفل عليك. اتفضل. صباح النور يا فندم، ربنا يديك الصحه. احنا طبعا بدانا الكبسوله قلنا هنبدا بالجزء العلوي من الجسم اللي هو الراس، واتكلمنا عن الجيوب الانفيه، وقلنا ان الجيوب الانفيه دي اللي هي الفراغات اللي بتمنع الوجه، ومنها في لها اماكن معينه، منها في الراس، موجوده في الراس، موجوده حواليه على جانبي الانف وفي الخد وفوق العين، دي كلها وقلنا لها دور معين كبير جدا في عمليه الكلام، ان الهواء اللي داخل واللي خارج يبقى له درجه حراره معينه، اللي هو بيحافظ حتى على عظم الجمجمه، يعني حتى لو حصل اصطدام او حاجه الفراغات دي كلها بتحمي الراس. احنا اتكلمنا في هذه الجزئيه. احنا هنتكلم دلوقتي على موضوع الالتهابات او التهابات الجيوب الانفيه، ونفرق بينها وبين حساسيه الانف. طبعا التهابات الجيوب الانفيه من حيث المبدا هي حاجات التهابات موجوده في الاغشيه المبطنه للاماكن دي كلها، طبعا بتستمر من شهرين لثلاث اشهر بشكل مستمر، معنى ان احنا لو احنا عدت اكتر من ثلاث اشهر بدون اي تدخل علاجي او اي شيء او اي ميديكيشن، معناها ان هو طبعا ممكن ندخل في مشاكل تستمر باللفظ كده مدى الحياه. فطبعا التهابات الجيوب الانفيه بتبقى تحدث نتيجه للتعرض لوجود لتعرض نتيجه للتعرض لوجود تعرض لفيروسات، تعرض لبكتيريا، تعرض لاي شيء
اي شيء في البيئه المحيطه حوالينا. بالنسبه برضو لموضوع التهابات الجيوب الانفيه يعني بتتميز به عن الحساسيه. طبعا احنا كنا في التهابات لس للمخاط، طبعا الجيوب الانفيه دي بتفرز نوع من انواع المخاط اللي هو نوع من الترطيب، ده يعني بيتم تسريبه عن طريق قناه صغيره جدا على الحنجره، فطبعا له نسبه معتدله، لو زادت هذه النسبه بتعمل لنا مشاكل نتيجه للالتهابات، وقلنا الالتهابات نتيجه لتعرض لجسم غريب. طيب احنا دلوقتي ايه شكل اعراضها الرئيسي؟ عندي بيكون عندي ممكن يكون عندي كحه شديده جدا، بيكون بصاحبها بلغم طبعا في البلغم على عكس حسيت الانف بقى افرازات، طبعا ممكن تكون مصاحبه ليها وجود رابو. عندك حاجات برضو من المسببات اللي بتسبب التهابات الجيوب الانفيه، التعرض للتدخين، الملوثات الصناعيه، الكلام ده كله، كل ده بيعمل التهابات الجيوب الانفيه. وعند الجيوب الانفيه بيقسموها التهاب حاد او التهاب مزمن. التهاب حاد بيقعد اخوزن او خلال 3 اسابيع، التهاب مزمن ده بيقعد فوق 8 اسابيع، وبناء عليه لازم، وفي طبعا اللي هو بيبقى التهابات يعني ما لهاش مواعيد محدده، لازم يعني يتوجه للطبيب بشكل مباشر وسريع. اما الجزء الخاص بحساسيه الانف، احنا عندنا يعني معظم اللي بيروحوا لاخصائي الانف والاذن بيكون عندهم حساسيه في الانف. اللي بيحصل ان المجرى الهوائي الخاص بالانف بيتعرض لمجموعه من المسببات والمهيجات. احنا هنتكلم عن حساسيه الجيوب الانفيه، عن حساسيه الانف. حساسيه الانف الجيوب الانفيه في الغالب بتبقى فيها التهابات، هم ساعات بيسموها حساسيه الجيوب الانفيه، لكن في الغالب بتبقى الجيوب الانفيه فيها التهابات. لان يعني الجيوب الانفيه مش حساسيه التهابات؟ الالتهاب في الغالب بتبقى التهابات، بتحدث التهابات، بتبقى عدوى بكتيريه او فيروسيه او، لان طبعا احنا الجيوب الانفيه دي عباره عن اصلا الغشاء العظمي اللي موجود اساسا، انما الالف ان المجرى اللي موجود وافراز المخاطات. بس هو دايما متعارف ان بيقول لك المريض ده بيشتكي من حساسيه الجيوب الانفيه. ما هو يعني ما دي برضو بعض المسميات، يعني دي برضو بيسموها حساسيه الانف، حساسيه الجيوب الانفيه، بيسموها حمى الانف. في فرق خلاص بين حساسيه الانف على الحساسيه والالتهابات. طبعا احنا بنقول حصل التهابات وحصل حساسيه. تمام طبعا ممكن تمتد برضو للجيوب الانفيه، بس طبعا بتبقى مني موجوده في الانف. ليه؟ لان دي الاكثر تعرضا للمسيرات الخارجيه. فحساسيه الانف ان انت بتتعرض للمسبب. قلنا ان معظم اللي بيروحوا لاختصاص الانف والاذن بيكون بيعانوا من حساسيه الانف، طبعا السبب ان هو بيتعرض لمسببات ومسيرات خارجيه. في بعض من الناس ما بتعملوش اي اعراض، خالص، والبعض الاخر لا بتعمل له مشاكل وبتعمل له انزعاج وبتعمل له الم، بنسميها حساسيه الانف. طبعا من ضمن الحاجات الرئيسيه اللي بتميز حساسيه الانف ان هو اول حاجه رئيسيه ما بيقدرش يميز بين الروائح، عنده مشكله ما بيقدرش يميز بين الروائح، عنده الافراز السيلان بتاع الانف ده بيكون غزير جدا، وبيكون نقدر نميزه عن الالتهابات، نقدر نميزه ان هي بتكون هنا السيلان بيكون غزير، انما التالي بيكون يعني سميك شويه في نوع من انواع السماك. عندك برضو ان انت في طبعا هنا ممكن ما يصاحبوش في الالتهابات، يعني بيصاحبوا يعني كحه شديده، هنا ممكن ما يصاحبش عمليه الكحه. في عندك في احمرار في حكه، ودي مميزه جدا، سواء عشان اقول بقى حساسيه او لا، الحكه مميزه جدا، لو حساسيه يبقى في حكه، لو التهابات يبقى ما فيش حكه. دي من الحاجات المميزه. طبعا انت النهارده طيب برضو الحساسيه الانف منها بيبقى منها نوعين رئيسيين، اللي هي الحساسيه اللي هي برينالي اللي هي دائمه، طبعا بيتعرض لاي مجموعه، يعني يفضل العيان ده بيتعرض لمجموعه من المسببات تعمل له مشاكل طول السنه، وطبعا ده بتبقى حاجه يعني مؤذيه جدا وبتبقى صعبه جدا. وفي منها اللي هو بيكون موسمي، بيكون مرتبط بفصول السنه، يعني وخصوصا فصل الربيع. دكتور بما انك حضرتك اثرت الفصل الربيع، عايزين الحلقه اللي جايه هنتكلم عن العلاقه بين الجو او البيئه وحساسيه الجيوب الانفيه، وعايزين نتكلم عن الوقايه والعلاج. حاضر تحت. بس دي الكبسوله اللي جايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور محمد راشد انا عايز اشكرك على الكبسوله بتاعتك اللي بفعل بتضيف لنا على مستوى الشخصي حاجه وبتضيف للساده المشاهدين. ربنا يخليك. خلينا نشكر الدكتور محمد راشد على الكبسوله بتاعته والحلقه النهارده، وتعالوا بقى نشوف قصه الاكتئاب في الفقره الثانيه وفي الجزء الثاني من برنامج النهارده صحتك ثروتك. فاصل ونواصل.